تم استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح بقصر الاتحاديه الرئيس التونسي قيس سعيد، وتم عقد جلسه مباحثات منفرده، وبعد كده كان في مباحثات موسعه بين وفدي البلدين. وخلال القمه تم بحث التعاون في ملفات كتيره زي الاقتصاد والاستثمار والامن والمعلومات. كمان كان في تشاور في القضايا الاقليميه، خاصه في ظل العضويه الحاليه لتونس في مجلس الامن. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بأخيه الرئيس التونسي ضيفا كريما على مصر، مثمنا سيادته المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، ومشيرا إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة في ظل العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث استعرض السيد الرئيس آخر التطورات في قضية سد النهضة. تم تداول قضية الأمن المائي المصري كونه جزءا من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية. وثمن أخي الرئيس من جانبه الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. بالنسبة إلى التوزيع العادل للمياه، أقولها وأكررها أمام العالم كله، نحن نبحث عن حلول عادلة، ولكن الأمن القومي لمصر هو أمننا، وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا. أقول هذا عن قناعة تامة، لأننا قرأنا التاريخ جيدا ونستشرف المستقبل جيدا، ولن نقبل أبدا بأن يتم المساس بالأمن المائي لمصر. وفي نهاية اللقاء أكد قادة البلدين على الروابط الوثيقة وعمق العلاقات بين الشعبين المصري والتونسي. طبعا زيارة هامة جدا، الزيارة الأولى للرئيس التونسي من 2010، والزيارة الأولى للرئيس قيس سعيد منذ تولي المسؤولية من 2019. والحقيقة طبعا أنه مصر وتونس بتربطهم روابط تاريخية عظيمة وكبيرة، وملفات كتير كانت على رأس أولويات هذه القمة. ويمكن زي ما احنا شفنا التصريحات الواضحة القوية من الرئيس التونسي لدعم مصر فيما يخص قضية سد النهضة، الرئيس قال نصا أنه أمن مصر القومي من أمن تونس القومي، وهذا الدعم هام جدا وخصوصا بعد هذه التصريحات، لأنه ببساطة تونس هي صوت مصر في مجلس الأمن، ودوليا يمكن نحتاج ده قدام كمان فيما يخص الملف الليبي. ليبيا الدولة الجارة لكل من مصر وتونس، واتفاق في أروقة فيما يخص ليبيا، خروج المرتزقة، عدم وجود قوات أجنبية، إجراء الانتخابات في موعدها، يعني مصلحة الشعب الليبي واستقرار أرضه ووحدة أراضيه، كمان مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية واللي عانت منها
البلدين، ويمكن تونس ما زالت بتعاني منها بشكل كبير. وهنا يعني بنتكلم عن التوعية كمان والشغل التوعوي والثقافي والفكري لمجابهة الإرهاب، مش بس الشغل الأمني، وده شيء غاية في الأهمية واتفاق غاية في الأهمية. ويمكن كمان احنا بنتكلم على الثقافة، زي ما شفنا تم إعلان عام 2022 عام مصر وتونس وثقافة مصر وتونس، ودي شيء غاية في الأهمية. تونس دولة مثقفة وشعب مثقف، وده شيء يعني يشرفنا وإن شاء الله يكون عام مليء يعني التعاون المصري التونسي. بكل تأكيد يا هدير، وزي ما أنت قلتي في تقارب كبير جدا ما بين الدولتين، ما بين مصر وتونس، وأي تقارب سياسي بيتبعه بالتأكيد تقارب اقتصادي وعلاقات اقتصادية قوية. خلينا نقول أنه مصر وتونس على أعتاب مرحلة مختلفة وتقدم نوعي في العلاقات الاقتصادية ما بين الدولتين. بالأمس تم تفعيل الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية واللي تم إنشائها سنة 92. هناك العديد من الاتفاقيات موقعة ما بين مصر وتونس في المجالات الاقتصادية، يعني نذكر بعض هذه الاتفاقيات. في اتفاقية للتبادل التجاري الحر تم توقيعها سنة 98، في اتفاقية أغادير بتشترك فيها مصر مع تونس والمغرب والأردن تم توقيعها سنة 2005، في اتفاقية للتبادل التجاري العربي بتشترك فيها أيضا مصر مع تونس وتم توقيعها في عام 2004. دي مجموعة من الاتفاقيات، بالإضافة طبعا إلى اتفاقيات أخرى يمكن أبرزها الازدواج الضريبي واللي تم توقيعها سنة 89، واتفاقيات في مجالات مختلفة في التصنيع، في التكنولوجيا، واتفاقيات علمية. هذا يعني بأن الأرض ممهدة والأرض خصبة لمزيد من التعاون الاقتصادي ما بين الدولتين. في مقترح بإنشاء خط ملاحي ما بين الدولتين خلال الفترة القادمة، في مقترح بإنشاء بنك مصري تونسي يسهل المعاملات المالية بالنسبة للمستثمرين في الدولتين. في توافق في الرؤى، في توافق في الرؤى، وزي ما شفنا امبارح من خلال القمة ومن خلال هذا التقرير تحديدا القضية الليبية كان في توافق تام ما بين الدولتين خلال الفترة الماضية في رفض التدخل الأجنبي والخارجي في الشأن الليبي، وده كان من عام 2017، وكان في اتفاقيات أو مش اتفاقيات، كان في لقاءات بتجمع دول الجوار الليبي، مصر وتونس والجزائر بهذا الخصوص. استوقفتني طبعا الكلمة، وأكيد حضراتكم توقفتوا عن هذه الكلمة، لما قال إن أمن مصر القومي هو أمن وإن موقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا. ده مش جديد على الشعب التونسي، وخلينا نقول ده بيؤكد قدرة مصر وقوة مصر على إقناع العالم وعلى إطلاع العالم بعدالة قضيتها. وزي ما قلنا إن ده مش جديد على الشعب التونسي وعلاقاته القوية مع مصر، ده بيفكرنا طبعا بموقف الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي في افتتاح القمة العربية في دورتها 30 في تونس من عام 2019، لما أعطى الكلمة لمصر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقبل ما يبدأ الرئيس قال من ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. فده بيؤكد طبعا قوة ومتانة العلاقات ما بين الدولتين وحب الشعبين كمان يهدير لبعض. بالتأكيد، واستمرار هذه العلاقات يعني يفيد الشعبين ويصب في مصلحة المواطن المصري والمواطن التونسي بكل تأكيد.